انطلاق موفق أعزائي الجمهور والحضور الكريم. الصدارة لعقاب ومن وسط الجيال هناك مستبسل السادة مربط الجريان وعقاب السيد حالي بن حمد بن علي العطية. من الجهة الداخلية المهندس أسامة عمر الدفع والجواد الزبارة والمهندس ضافي الأرض المري. من الجهة الخارجية والجواد أبشر ثنائي سيد مشعل بن علي العطية في وضع جميل وهادئ أحد وحيدرة. ومن وسط الجياد هناك نشاهد الجواد الشقب وأيضا نشاهد الجواد في وضع جميل والشعار الأخضر الشقب نعم في وضع جميل وهادئ والمنعطف الأول. ولا تزال الصدارة مع الزبارة محاولة للحاق من بعض الجياد. هناك وايت هارت يحاول ملك السيد الصليطي. ومن الجهة الخارجية هناك الجواد أحد السيد مشعل بن علي العطي والخيال داكلين كونان. والمنعطف الأخير بالاتجاه إلى خط النهاية أبشر من وسط الجياد. والصدارة لا تزال مع الجواد مستبسل مهند الياقوت يهدد في هذا الشوط. وأبشر المهندس ضافي راشد الأرضي المري وثنائية مشعل بن علي العطية أحد يحاول ومحاولة من الجهة الخلفية حيدر وأبشر أبشر وحيدر وأبشر يا مهندس ضافي راشد الأرض المري. أعزائي الجمهور ونتائج الشوط الثاني أعزائي الجمهور والحضور الكريم. جاء في المركز الأول جواد رقم 2 أبشر ملك المهندس الصافي راشد الأرضي المري والخيال غاري كارتر والمدرب محمد حسين مبروك. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 7 حيدر ملك السيد مشعل بن علي بن محمد العطية والخيال هاري بنتلي. في الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 3 نايف تريد مارك ملك المهندس أسامة عمر اسماعيل الدفع والخيال جيرالدا فرانش. في الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 10 اوكي ملك السيد عيسى محمد عبد الله الصليط والخيال ريتشارد مولن. وفي الترتيب الخامس الجواد رقم 9 مستبسل ملك السيد مربط الجريان والخيال إفريت. ألف مبروك لأصحاب المراكز المتقدمة وحظاً أوفر للذين لم يحالفهم الحظ. أعزائي الجمهور ابقوا معنا لمشاهدة ما تبقى من السباق. جاهزة؟